الو حبايبي كرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. شايفين امام عيونكم الطيبين هنالك البوابه اللي اسمها بوابه الدنش. معلم مع شباب، هذا النوع من اللي هو نوع من اول بركه. طيب ريلاكس، طول بالكم شباب، ناخذ شفه قهوه ريلاكس. اوكي نريح شوي. اوكي ركز معي. كيف قوموا ليش مقطع شباب؟ لايكاتكم مشاركاتكم، اذا مش مشترك اشترك حبيبي، وخلينا نشوف هالبوابه شباب. هي اول احداث اللي بشوفها بلعبه فري فاير. اوكي طبعا شباب، هون معلم ماني شايف شو عم يصير. هون معلم يقول لك اختر بوابه، الشيء اللي فهمته عم يقول لك هون انه افتح الباب 5 مرات وما اعرف شو كذا وبتفتح الابواب يعني. اوكي خلينا عم نفتح البابين شباب. طبعا باب واحد ب 12، خلينا نفتح هيك نجرب ونشوف الوضع شلون. هذا البواب قول ربحنا جواهر. كيف يعني؟ معقول جواهر رجعونا الجواهر شباب اللي صرفناهم ولا شلون؟ قول لي 13. ثواني شوي ثواني شوي ثواني، طول 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 بالك، طولي بالك طولي بالك طولي بالك طولي بالك طولي بالك يا شباب. افتح الباب. اوكي ركز معك. 18 ناقص 18 نشوف 914. اوكي يا سلام شباب، يعني بتضرب معلم برجع لك الجواهر تقريبا نوعا ما. شوف قائمة الجوائز. اها في شباب هون قول لي حقيبة الحقبة. اوه حقيبة الون بيس هي نايس. شوف شو ركز معي كيف يعني عندك يعني معلم بتاخذ ال ريفات بتاعت الجواهر صايرة بتتحرك بتحرك بتاعتك بترجع لك الجواهر. حلو اها هاش تمام. اوكي نفتح الباب نشوف شو مرة ثانية. 5 هاي ما اعطونا معلم. والله هون اعطونا. كيف هيك يلا والله كيف عم بيصير هيك؟ شو عم بيصير هيك؟ اولي شو كم جوهر اعطوني معلم؟ اوه باللوز. خليني اتاكد معلم. اوكي معي خلينا نقول 751. نفتح اعمل هيك 751 كانوا. اوكي 751 كانوا. هات شو عم بيصير هون. 751 اعمل تاكيد 700 لا 500 دقيق. والله دخلت انا بيصير يا شباب، والله انا دخلت يا شباب. اوكي 500 700 ايه لا كانوا صرفنا 200. طب ولك رجعوا لنا شوي جوار. حلو تمام نايس. اوكي المهم بدنا السكين هلا معلم. ترى ما بدنا في جوار معلم، رجعوا لنا جوار بس ولكن بدنا السكين. ايش معلم افتح الباب 5 ابواب. اوكي 351 تمام. اوكي شوف رجعوا لنا معلم، رجعوا لنا تقريبا 1 2 3 تقريبا 50 جوهرة. 50 جوهرة يعني تقريبا رجعونا. حلو حلو 50 جوهرة شباب برجعونا جواهر. اوكي تمام التمام. الان يلا ولو بدنا السكين ولو ترى بس يا زلمه يلا افتح لنا الباب يا زلمه، افتح لنا الباب وخلصنا يا لا حول السكين ولو بدنا السكين يا زلمه. اوكي اوه نايس نايس نايس. حلو نفتح هات نشوف لك شيء حلو يا شباب. ما عليك برجعوا شوي يعني نسبه معينه من الجوهر يعني خلينا نقول معي بضربه 250 برجع لك تقريبا فوق ال 50 يعني بترجع تضرب ب 200. انت علي شلون بس لازم انت وحظك ما يطلع لك الجوهر، كمان يطلع لك جوهر اكثر كمان يطلع لك كمان يعني بتستلم الوضع هذاك يعني بترجع يضمن استلام 13 جواهره عندها فتحت 3 بوابات. اوكي يعني معلم عم بيقول لك تضمن استلام يعني شوف رجعونا يا طيبين. شايفين كيف عم يرجعونا؟ حلو اوكي يلا نشوف الوضع شلون. يلا السكين يا زلمه 651 كم راح يزيدوني هلا؟ زائد 651 راح يزيدوني. اوه طلعت لي الحقيبه. طلعت لي الحقيبه يا شباب حلو باللوز، طلعت لي الحقيبه زادوني معلم 600 وكانوا 651 صاروا 701. حلو يعني رجعوا لنا تقريبا 50 جوهره. فوق ال 50 جوهره، ايه 50 ايه ايه 50 جوهره، ايه هذا ابو 50 جوهره. يلا ولو اعطينا السكن ولو خلاص بليز يا اخي بليز 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 السكن خلاص يا اخي بدنا نشوف هذا السكن يا زلمه. اوه يا عيني عليك خلاص طلع السكين باللوز باللوز ولا والله بالجميل يا اخي. ليش حاطين التهانينا هون معلم؟ والله كنا عملنا صوره حلوه يا زلمه التهانينا هاي دايم برو. اوكي خلينا نعمل معلم تاكيد السلام. اوكي في اشياء هون نايس نايس نايس. وبالمناسبه شباب هون ما اعرف اكيد الكل يعني شافه يعني انا جاي شوي متاخر معلم اعطيكم الخبر بس ولكن يعني راح انقلكم بنفس الوقت واكيد اي واحد بيدخل على اللعبه يعني راح يعرف هذا الشيء. تصريح النخبة من الجاي شباب راح يكون من في 23 و 31 ديسمبر، يعني 23 معلم راح يكون فاير باس مجاني، فهمت علي شلون؟ مو انا صراحة معلم ما راح اشحن هذا الفاير باس لحتى 23 الشهر عشان اشحنه ونجيبه مجاني يا شباب، فهمت علي شلون؟ اوكي
اوكي طبعا هذا الفاير باس في شغله حلوه كمان اللي هو خلينا نشوف انا مشبت الافكت تبعه سيماتيك. قول لي جليد وما جليد. هاي السلام يا سلام عليك. اوه نايس الترقيه. اوكي طبعا هون يا طيبين يا طيبين هون شفت انه في له رقصه. بيت اشوف هذه الرقصه يا شباب بيقع على الخفيف ونشوف الفاير باس. هي حبت ايش بقول. اوكي الو انت بطل يشوف السكين الشاب. قول لي والله ماشي مشي شباب والله متحمس يعني بدي انتظر يا شباب. بس لا بدي انتظر شباب بدي انتظر شباب بدي اجيبه مجاني. اوكي عندنا على الاحتلال السري افاتار تبعه وال البانر التي شيرت والبلازما وحبيبي والله باللوس كل شيء باللوس. نايس فيري نايس. اوكي انا الحين بروح اشوف السكين. طبعا انا شباب نزل هون احداث كره قدم بنفس الوقت فرجيكم اياها بنفس الوقت اللي ما شافها يعني عشان يشوفوا معلم هون في رومات. اوكي يفهم معلم واحد بواحد مليون هدف كره القدم العالميه الهدف يوضع في ورقه المباراه العالميه. اوكي لا هون في سكين شباب في سكين لازم تشوفوا فرجيكم اياه. هذا هو شفته سكين بنت اللوس صراحه سكين كثير حلو معلم نمبر 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 10 رقم 10. هذا السكين معلم اول ما طلع تدخل على اللعبه بيطلع قدامك. اوكي انا هان شباب فرجيناكم الاحداث الموجوده شباب شاركناها معكم. هون كمان تبعت كره القدم باللوز. والان يا طيبين لازم نشوف ونجرب السكين طبعا. اوكي سكن نجرب السكين جبناه ضروري نشوف السكين. ازمه المغني عوني قولي والله شباب لازم يحطون هالرقصات حلوات يا اخي. هذول الرقصات كثير حلوات يا جماعه شوفوا انا ما احلاها. لا حول الله فتحت المغني معلم. المغني معلم هذول عندهم باليابانيين يعني ولا الجابونيين ولا الشاينيتيين فهمت علي شلون عندهم هذا معلم يعني المغني تبعهم وش والله صراحه سكين حلو صراحه سكين حلو يا طيبين صراحه سكين مرتب. اوكي نجي لهون نعمل تدريب ندخل نشوف التدريب عشان ما ادري فتره شباب الصراحه يعني اكون صريح معكم مشغول كثير. اوكي ولا تغزونا شباب على السحبه على يعني البسوس مباشره مع بقدر بفتح لك شباب الله يسعد اياكم. الوقت الوحيد اللي عندي شباب انه الان انا فتح قناه جديده فهمت علي شلون. الوقت الوحيد شباب عم بنزلكم مقاطع بشكل يومي شباب على قناه جديده العاب يعني لعبه ثانيه العاب ثانيه مو فري فاير تمام وباللوس بتبنى بكل الصور شباب بشهاده المقطع اذا الرابط تحت رابط القناه موجود بالوصف. اوكي اوكي هات لنشوف السكين هذا يا معلم. قول لي يا السلام عليك هات ليش والله يعني خفيف ها ماشي حاله حلو. خلينا ناخذ البروجكت هذا معلم السلاح هذا الجديد معلم صراحه ما لحد لما ما شفناه منيح معلم الشتجن هو نضرب شوي هيك على الخفيف نضرب شوي لاعبين فري فاير شوف معلم ساعتهم فايقين فايقين الشباب. اوه ليه ما عندي زباله ولا لسه؟ والله شكله الباقي زباله. يا اخي انا جايب شتجا معلم ولا في افكت لاحظتش ولا هي في افكت القبضه قولي اوه علم اوه ربيت كان يا اخي انا الوحيد معلم معي السلاح يا جيب شباب الو هذا معلم هذا نقتله تعال نقتله تعال اوه هي شوت والله ماشي مشي يعني ها قول لي صاحبني وين رايح وينك انت؟ اوووو وان تاب شتقانية اسطورية وينو ذا؟ لا اي لا 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 كله عليه كله عليه كله عليه كله عليه ابطل يا عمر انا بضرب كم ضربه مع هذا الشيء يلا انا حدا عايش والله جبت هيت شوت قتلوه خايف يا ارموس ما يدمي حموت ولا شو اعرف يا عمر والله حلو شد جماله يلا اوتوماتيكي شد جماله كلهم نزلوا المعلم السلام عليكم اصلا ايش وين تشد حد لنا عايش يا شباب
قتلوني. اوكي يا اساطير حبايبنا الكرام، وهيك بكون تام مقطعنا اليوم. ان شاء الله استمتعتوا بدل المقطع الخفيف اللطيف. بتمنى كل وصول شباب شاهدنا مع الابن حتى ينسى حط لنا تنجلنا لايك منا مشاركة، فهمتوا علي شلون؟ وقلوب وما كل الاشياء يعني، وتشترك اذا مش مشترك، وعلى راسي.